إذا كل نهار جمعة على حياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعين الأفاضل، مستمعي ذات الحياة FM القيروان للصحة، في برنامجكم المفضل إضاءات، في موضوع جديد متجدد، وهو الكلية الأخيرة من الكليات التي جاء الإسلام يحافظ عليها ضمن الضرورات. كنا قد رأينا سابقا أن مقاصد الشريعة لا تعدو أن تكون ثلاثة: ضرورات وحاجيات وتحسينات. ووقفنا عند الضرورات وبدأنا بالكليات الخمسة: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الأرض. واليوم نتناول ضمن هذه المقاصد حفظ المال وما أدراك من المال. بداية نرحب بضيفي الأستاذ جمال سعيدي، مرحبا بك جمال. كذلك نرحب بأستاذنا الفاضل وأستاذنا الكفاء سي الحبيب الطيبي، مرحبا بك. شكرا جزيلا. في التأثيث والإخراج أيمن ليغا، مرحبا بالجميع. سي الحبيب، نحن مع هذه الكلية التي جاء الشرع وجاء الإسلام وجاءت الشريعة تحافظ عليها، وكل ما جاء يحافظ عليه الإسلام له أهمية وله قيمة. نقف عند هذه الكلية الخامسة من كليات الإسلام الخامس، وهي حفظ المال. بداية سي الحبيب، لو نحاول أن نعرف المال، لك الكلمة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اسمح لي شيخنا أستاذنا أن نتكلم بالعامية حتى وهو الأفضل. نعم. أيه، وهو حتى الأفضل. تكون الصورة والمعنى والمغزى والهدف أكثر وضوحا لدى الناس. نعم. ببساطة، كلمة الكلية والكليات الخمسة هي المقصود بها المقاصد. والمال وقت اللي شرعوا ديننا و أعطاه الأهمية الكبرى لأنه قوام الأمور. المال كما يقول الفقهاء ببساطة هو كل ما يملكه الإنسان، ممتلكاتك سواء معناها النقدية أو ممتلكاتك الأخرى من أراض، من فلاحة، من مبان، من مؤسسات إلى آخره. هذا بصفة مبسطة الفهم اللي يمشي له الفقهاء والذي يميل إليه معناها علماء الدين. نعم، شكرا سي الحبيب فيما ذهبت إليه. أعود إليك لاحقا أستاذنا الفاضل. سي جمال، ونحن نتكلم عن المال انطلاقا من تعريف المال، فهذه الكلمة تحضر في ديننا، تحضر في إسلامنا، بل هي أكثر من ذلك كلية من الكليات الخمس، وهذا يدل على شيء، يدل على أهميتها. يعني ضمن تعريفها، كان يعني لديك تعريف آخر ربما مبسط، ضمن تعريفها ننزلها في إطارها الديني. فلتتفضل، الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ثقة وبيستعين. كلمة مال تحيل لغوين إلى كل ما تميل إليه النفس. نعم. من ممتلكات عينية ليست ممتلكات معنوية، من عروض التجارة على العين. نعم. النقود. نعم. السلع، العقارات، الأراضي كما سبق زميلي أن قال. وفي الشريعة الإسلامية في نصوص القرآن والسنة ذكر المال في الصدارة قبل البنين، يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وذكر المال كمصدر للتفاخر بين الناس، قال إذ قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وذكر في الحديث النبوي من بين في خطبة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم. فالمال يجد حظوة، له حظوة كبيرة في التقدير الشرعي والتقدير الديني، فهو شيء مقدس إلى جانب البنين وإلى جانب الكليات الأخرى التي ذكرت. نعم. وهي كليات مترابطة ببعضها البعض، لا يمكن الفصل بينها. يعني
إن أردنا أن نقول وأنت تتكلم عن هذه العلاقة التلازمية بين الكليات الخمسة، وهو يعني نحن نتناول يعني الكلية الأخيرة المال، يعني بالمال أيضا يمكن به أن نحافظ على الدين وأن نحافظ على العقل وأن نحافظ على النفس وأن نحافظ على العرض بهذا المال. سي الحبيب، عود إليك، وأنت أشرت إلى أنواع المال، وأيضا أستاذنا الفاضل أشار إلى أنواع المال. السؤال المطروح الآن ويطرح نفسه بثقل وبجدية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المال مال الله والإنسان مستخلف فيه. هذا الحديث يعني تشعر أنه هو خطير وخطر في نفس الوقت. خطير لما له من أهمية، الحديث خطير بدلالة يعني الأهمية، يعني من حيث أهميته، وخطر من حيث ربما من أين نأتي به وأين ننفقه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم امرئ يوم القيامة بين يدي الله حتى يسأل عن أربع. الحاجة الثالثة التي يسأل عنها في الأربع عن ماله من أين أتى به وأين أنفق. إذن من هنا نفهم أن هذه مسألة المال وحب المال، وأنه كان به يعني الإسلام يريد أن يبين لنا أنه رأوا كما فيه أهمية فيه خطورة. ولذلك يقول تعالى: ويحبون المال حبا جما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالث، وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني فيه تبشير وفيه تحذير في هذا الإطار. ماذا يمكن أن تقول لمستمعينا سي الحبيب؟ لك الكلمة يعني بحريتها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المال كما يعرف كل الناس هو جبل، حاجة غريزة في البشر. هيك علاش الإنسان مهما يعطيه ربي سبحانه وتعالى ديما يقول: هل من مزيد، بدلا من يقول: الحمد لله. ربي قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وربي قال: زين للناس حب الشهوات من آخره، من النساء والبنين آخره. بشر لو كان يكون عنده أموال طائلة جدا، ماذا بها على أموال طائلة أخرى؟ لذلك جاء دور الشرع، كل ميزان دور الشرع، دور الشرع دور حكيم، دور يحب يأدب الناس ويعلم الناس بطريقة ما كيف يتصرفون في أموالهم. وهذه التي نريد أن ندقق فيها الكلام لمستمعين سيلة، كيف يتصرفون في أموالهم. ثم الناس يقول لك: هذا مالي. وإذا قيل لهم: أنفقوا، تجي تقول له: يا ودي راهو في أموالك حق للسائل والمحروم. هذه القاعدة، معناها راهو المال هذاك أنت راك مستخلف فيه في الدنيا، راهو رزق ذاك راهو عطاه لك ربي سبحانه وتعالى، لك راهو الملك لله. راهو تنجم تملك الدنيا وما فيها، راك تنجم تكسب الكثير، راك تنجم تكون أثرى أثرياء العالم، لكن نهار اللي توفى راهو يغسلوك وأموالك وعاش ملكك مشيت عليك رجعت لله. قداش من أراضي، وقداش من هناشر، وقداش من ممتلكات، وقداش بل أني نعرف حتى من عرشي أنا فاميليات كاملة هجرت الأراضي متاحة وكانت ملكها ولد أمليك عرشات أخرى. يعني هذا الشيء يعطيك راهو يعلمك وأنه المال لوجه الله، والمال اللي ملك لله، ولكن ربي سبحانه وتعالى خليك متصرف فيه وأعطاك كيفاش تتصرف فيه. وهذا الأهم توا اليوم وقت اللي نقوله كيفاش نصرفه فيه، يلزموا نعرفوا كيفاش نحفظوا مالنا من كل ما هو غير مقبول، وهنا يلزمنا نعرفوا الحلال ويلزمنا نعرفوا الحرام. سي الحبيب، وانت تتحدث يعني وتريد ان تتطرق الى كيف نتصرف فيه، وفي الحقيقة قبل ان نتصرف فيه من اين نأتي به؟ يعني ما هي السبل التي يمكن ان نتبعها في كسب المال، لانه احنا في ديننا واضحة القاعدة: الوسيلة شريفة والغاية شريفة. يعني ليس السياسة ميكافيلية، يعني الغاية تبرر الوسيلة. إذا السؤال المطروح: من أين نأتي به؟ من أين نأتي به؟ حتى أنه الحديث قال: ستسأل يعني من أين أتيت به وأين أنفقته. مستمعي الفاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيد. إذا كل نهار جمعة على حياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعودة، وأحمد مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم القيروان للصحفي، برنامجكم المفضل إذاعات، في
مع المقصد الرئيس من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ المال. سي جمال، ونحن نتكلم عن المال وقيمة المال وأهمية المال، أستاذنا سي الحبيب الطيبي تطرق إلى أن المال وحب المال هو فطري في الإنسان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويحبون المال حبا جما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت سابقا: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالث، وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هي النصوص في الحقيقة أنه تحذر وتوجه. لو نطرح سؤال، يعني ما هي السبل الشرعية التي يمكن يعني من خلالها أن نأتي بهذا المال وهو أمانة، وأين أيضا ننفقه؟ تفضل. أول ما ينبغي أن يفهمه المسلم أن هناك قاعدة في الملكية الإسلام، أن المال هو مال الله والإنسان متصرف فيه أو مستخلف فيه، وهو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، متصرف فيه. نعم، والقرآن قد ندد بمن يعتقد أنه أن المال هو ابن اجتهاده، قص علينا القرآن كثير من القصص، قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. نعم، وكان هذا الرجل الذي أوتي بخزائن عظيمة وأملاك عظيمة كان يفتخر على قومه. إذ قال قومه: لا تفرح. الفرح بمعنى الكبرياء. نعم نعم، فقد دفعه عشقه للمال أن يطغى على الناس ويتكبر على الناس ويعيث في الأرض فسادا، وكانت نهايته وخيمة. خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم، وكان المال هو موضوع جدل بين البشرية منذ القديم، والصراع حول المال، حول الممتلكات. ولذلك فإن الشريعة قد حددت سبل التصرف في المال، كيف يتصرف وكيف الإنسان يكسب هذا المال. قد أكد الشريعة على ضرورة الكسب الحلال، ذلك من خلال تحريم عديد من أشكال الكسب المحرم، الكسب اللا مشروع. حرمت السرقة، حرمت الرشوة، حرمت التحيل، حرمت الميسر، وحرمت كثير من الأشياء التي يستثري بها الإنسان عادة، خاصة في عصرنا. إذا أردت أن تكون ثرين تبيع الخمر إلى آخره، ممارس القمار، وقد يؤدي ذلك أيضا العكس، عكس الإسلام أن يكون ثرين يصبح فقيرا. وضعت سبل للتصرف في المال في مستوى الكسب وفي مستوى الإنفاق، كيف نكسبه وفي ماذا. حديث الرسول المشهور: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عمره في أفناه، شبابه في وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شريعة حدد ضوابط تصريف المال بالنسبة للأغنياء، حرمت على الفقير التسول، ودعت إلى الكسب بالمجهود، بالمجهود الكسب الحلال، وحرمت على الفقير أيضا التحايل والرشوة، ودعت الفقراء إلى أن ينجزوا الزكاة، أن يقدموا الزكاة ولا يحرموا البؤساء من هذه الزكاة. الأغنياء، دعت الأغنياء. الأغنياء. نعم، دعت الأغنياء. نعم، وأنهم إذا كنزوا المال فإنهم سيكون بها يوما، يوم القيامة، وسيلقون وبالا كبيرا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء، الأغنياء من الفقراء يطالبون بحقوقهم. نعم، الشريعة هنا تؤكد على حسن التصرف في المال كسبا وإنفاقا، حرصا على التوازن الاجتماعي. اليوم فقد التوازن الاجتماعي، لأننا لم نعد نجد الطبقة المتوسطة في المجتمع، وكثر الفقر. والفقير إذا أحس ببخل الغني قد يؤدي ذلك إلى انفجار ذات يوم، انفجار من ثورة، فوضى في المجتمع. لعلهم يعني لعلنا نتلمس أثاره اليوم. الفقير إذا أحس بشح، وكان الأغنياء يعني أشحاء، فإن ذلك قد يؤدي بالضرورة إلى انفجار اجتماعي لا يمكن أن تحسب عواقبه. شكرا أستاذنا جمال فيما ذهبت إليه. سي الحبيب، أعود إليك، هل من سبل أخرى سواء لكسب المال أو المجالات التي يمكن أن ننفق فيها المال؟ واضح، ويعني ما يمكن أن نبني به في المجتمع في عدة مجالات، فلتتفضل. وخاصة نحب نفهم الناس، أنا أكلي فلوسي وأنا نحب نعمل فيها، نعمل أنا حر في فلوسي، نعمل اللي نحب،
ثم مقولة بفلوس عنقر كبوسي. فهمت؟ فهمت؟ تفضل تفضل. بفلوس عنقر كبوسي، عنقر كبوسي يعني حتى بختر وافتخر وامشي في الارض مرحا مثل ما فعل قارون. مثل ما فعل قارون نعم. اي واظن ان امثالي قلائل، وانا سيد الجميع، وانا من يتصرف في كل شيء، ولكن المال هل قيمة الانسان في ماله يعني؟ اذا في الحقيقة هذا التصور وهذا الفهم وهذه الرؤية من الناحية الدينية ومن الناحية الإسلامية ومن الناحية الشرعية راهي غالطة وبعيدة كل البعد عن المقاصد اللي دعا إليها الدين ودعا إليها الرسول والقرآن صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. المال كما قلت هو أمانة ربي حتى بين يديك. من يجي المال؟ يجي من الكسب الحلال. هذاك علاش أنا دائما وأبدا نحب نختزل كل ذلك في آية بسيطة معناها في سبيل الله موجودة هذه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله موجودة إنما الصدقات للفقراء وبعد يقولوا في سبيل الله إيش معناها وفي سبيل الله؟ بالله هذه راهي آية بالله هو مش نعود لك راهي آية فيها ما فيها من الخطورة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أخي البشارة مش تكون بخير، خو بشرهم بعذاب أليم معناتها يستهزئ بهم أنهم لم يستعملوا عقولهم في تصريف هذه الأموال في التي يعملها. فبشرهم بعذاب أليم. نكملوا الآية. يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ذوقوا ما كنتم تكنزون. عفانا وعفاكم الله. فيتزلزل الآية تزلزل الناس يلزمها تفهم. تفضل سي العبير. نحب نضيف إضافة أخرى لتعليقك أستاذنا العزيز. كلمة فبشرهم كانت لاحظوا أنه التعبير غريب هنا وتعريب فيه جمالية كبيرة وتعريب فيه شدان للناس وشدان للأذن السامع برشا، لأنه في العادة التبشير هو أنك تبشر بحاجة جميلة. كي جاء البشير جاء بخبر جميل، جاء بخبر يسعد ويثلج الصدر ويشرح النفس ويشرح الصدر، لكن هنا فبشرهم يعني تقريبا يشد السامع وفجأة يحطه في المحط اللي هو يلزم يكون فيه، يلزم يعرف البشر إذا خرج عن الحلال راهو مجاله هو الخسران، والخسران هو النار، لأنه هو ما عملش بما جاء في شرع ربي. إذا معناها في الأخر كيف نرجع لنفس المغزى ونفس في الآية الأخرى اللي تحدد الجهات اللي ننفقوا فيها في سبيل الله، هي ثمانية جهات، لكن ثمانية جهات إنما الصدقات والفقراء إلى آخره وفي سبيل الله إلى آخره. نحب ناخذ هنا في سبيل الله أن نعتبر هذا المقصد العام الكبير. إيش معناها في سبيل الله؟ هو كل ما يرضي رب العالمين، هو كل ما جاء به الشرع القويم والشرع المجيد، هو كل ما ثبته القرآن الكريم، هو كل ما علمنا إياه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اختزل بإيجاز. ثم الناس يجيبوا في المال منين يجيبوا فيه؟ وهي ظاهرة موجودة كبيرة عندنا في مجتمعاتنا، حتى أنك وليت كأنك ما عاش نجم تقضي قضية إلا ما تدفع السحت والعياذ بالله. كيسمعون الكذب أكلون للسحت، ظاهرة السحت الإدارة متفشية جدا جدا، برشا ناس يعيشوا بالمشكلة هذه. يعني تلقاه موظف ولكن تلقاه ميال الأشياء هذه، تلقاه مسؤول وتلقاه ميال الأشياء هذه. هذه مسألة معناها خطيرة. الكسب الحرام بكله معناها بكله من غير ما نقعدوا معناها. إيه باهي الأصناف هذه الصنف هذا اللي تحكي عليه. إحنا من هذه الإذاعة من إذاعة الحياة إف إم ونحن نريد لهم حياة مشرقة، نريد لهم حياة خالية من الحرام، نريد لهم حياة يعني مريحة، لأنه مهما كان الحرام وكثرة الحرام فإنه يتعب صاحبه. ماذا نقول لهذا الصنف من خلال هذه الإذاعة الفاضلة؟ تفضل. شكرا. خليني نوسع المعلومة أستاذنا العزيز وثم يكون نعم. السحت راهو عام مش كان الرشوة، راهو كل المال كما قال أستاذنا. السحت هو كل المال الحرام. ثم شكل متاع مال حرام نعيشوه في بلادنا توا وبرشا ناس يستحسنوا فيه وتلذوا فيه. انتم تلاحظوا انه داخل اداراتنا برشا ناس
عندهم عقود عمل مع الدولة اللي نسموه احنا العون العمومي، الموظف العمومي. عقد العمل فيه شروط، انك تخدم من كذا وتخلص من كذا. هذا امر باش يسألك عليه ربي غدوة، يقول لك مالك من اين اتيت به، تقول له ماني خذيته من عند الدولة. ايش هو قمت انت باش تاخذ فلوس هذيك؟ صحيح نجم يكون مثلا مش رقيب، ونجم يكون عديت على مسؤولك المباشر، ونجم يكون عديت على مسؤولك الكبير، ولكن المسؤول الحقيقي هو ربي. المسؤول الحقيقي اللي يعرفنا الكبير، اللي ربنا الكبير ولينا الاعظم، هو الله سبحانه وتعالى. والله سي الحبيب ليت انه اللي تقول فيه والذي ذهبت اليه ومستمعين يعني يستمعوا اليه يليتوا انه يرسخ في الذهن هذا، ويولي انه اك الرقابة الذاتية هي التي تتصرف، اك الاستحضار الرقابة الالهية في كل ما يفعل الانسان. ودي هذا يعني ملك برزق بليك، وهذا متاع كذا فهمت، ما نعرفش يعني نخرج قبل الوقت. ودي راك تاخذ فلوس، راك تاخذ في اجر على ذلك واحد، وبعدين تقول لي شبيني صحتي هكا، وشبيني ولادي هكا، وشبيني كذا. انت ما قاعد تاكل في الاحرام، سامحوني اذا كان هكا تاثرت شوي، لاني نسمع ونشوف في حاجات سلبية. مسامية الأفاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود أحمد، مستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة اف ام، في برنامجكم المفضل إذاعات، في موضوع حفظ المال. سي جمال، أعود إليك. في الإسلام الوسيلة شريفة والغاية شريفة، مع الناس يا سمكة فلية، الغاية تبرر الوسيلة، فلتتفضل في هذا الإطار. الكلمة لك في هذا الإطار. تعقيبا على الآية، الذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم ولا ينفقون في سبيل الله، لا يكون بشيء سيء. ولكن جمالية الآية أن الله قد خاطب هؤلاء بعكس ما يظنون، لأن الذهب والفضة مغري، وقد خاطبهم الله بعكس ربما ما يتمنون، أنهم سوف ينالون عضوة، بشرهم بعذاب عكس ما كانوا. بالنسبة للحرام والسحت، كثير من الناس قد غرقوا في هذه، كما أفضت الحبيب أعطى مثال العمل، وكثير من الناس أغلب الموظفين التأخير، عدم القيام، عقلية رزق البليك، ويمشي آخر الشهر البنك زاحم باش ياخذ في المرتب نتاعه، ولا يسأل نفسه باش ياخذ السحت، ولا يسأل نفسه هل أنا أستحق هذا المرتب أم لا. كثير من الناس دائب، وفي بلادنا ما ثقافه العمل انهارت، والبحث عن المال باي وسيله ولاتهم الوسيله. حتى الاب احيانا يبعث ابنائه في الصيف يسرقون ويجيبون المسروق، ولا يسالهم من اين لك هذا. فهذه الظاهره مع الاسف انتشرت، واصبح الحال الحرام كانه شيء مستحب، يعني شيء مرغوب فيه في مجتمعنا، نظرا للفوضى العام الذي يعيشه المجتمع، وانعدام الرقابه، وانعدام الضمير الديني والاخلاقي المسمى بالواجب الاخلاقي. احنا مش بالضروره يكون عندنا بوليس يراقبنا حتى نقوم ننجز عملنا، او يكون عندنا مسؤول دائما يراقبنا. في الاخير الله هو الذي يراقب الانسان. شكرا. اذا سي الحبيب أعود إليك، شكرا سي جمال في مذهبة إليه. سي الحبيب أعود إليك، أن هذا المال هو أمانة، فهمت، وسنسأل عن هذه الأمانة. هذه الأمانة يسأل في الحقيقة، تسألك نفسك عنها، ويسألك المجتمع عنها، ويسألك الله سبحانه وتعالى عنها أيضا. والحال أننا نعرف أن كل إنسان هو يكدح نحو ربه، يا أيها الإنسان وأنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فالفاء فاء النتيجة بما ستلاقيه. سيسألك عن هذا المال، باعتبار نحن نتكلم عن المال، موضوعنا المال. ولذلك نحذر مستمعينا ونحذر أنفسنا من هذه الأمانة، هل نحن حافظنا عليها أم لا اليوم. الكلمة لك يا سي الحبيب، يعني في يعني خذ راحتك في الإطار، يعني سواء تواصل فيما كنت يعني تتكلم فيه. نعم، شكرا أستاذنا. أنا نحب نركز على كلمة يكنزون، لأني مهمة في هذا المال، حتى ثم الكلمة هذه ما يفهموهاش عامة الناس، وهي ملتبسة بجبلة فينا.
احنا في العامية مرات كنحب نحكو على شخص أنعم الله عليه بالرزق الوفير ونقولوا لقى كنز. فالكنز هو في العادة في الفهم الشعبي في الفهم العامي يعبر على أنك ولتغنيه، أو يكنزون الذهب والفضة. في المفهوم الشرعي الأمر مختلف، ليس هذا. لازم نفهموا أن الكنز في الشريعة الإسلامية هو المال ما تأداتش زكاته، وفي الأخر بالكل وإحنا نحكيه على حفظ المال، إذا ما أديتش ما عليك، إذا مش في مالك كما يقول ربي في أموالهم حق للسائل حق المعلوم حق المعلوم للسائل والمحروم. إذا راهو لازم تراجع نفسك، ياكل في الحرام نتاع الناس هذاك ما عطيتوش، يلزمك تفهم وأنك أنت راك تخليت على فرض مهم، ركن مهم من أركان الإسلام الخمسة اللي هو الزكاة. رغم الأركان هذوما الخمسة كما صليت، إذا كما تزكيش كأنك ما صليتش، كما تزكيش كأنك ما صمتش، كما تزكيش كأنك ما حاجتش وربي عطاك المال باش تحج. إذا يلزم نفرقوا بين الكنز وبين المال المحفوظ الحلال بالمعنى الفقهي والمعنى الشرعي. إذا المال الشرعي في المعنى المال المحفوظ دينا هو المال اللي تتأدى حقوقه كما أو يقع التصرف فيه كما بيّن ذلك ربنا رب العزة عز وجل، وكما وضح ذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. لابد من أنك تزكي، ولابد من أن الزكاة تعطى لمستحقها، وكل ما يتنزل أو ما تكون نفقته في سبيل الله خنقوله في سبيل الله. هنا باش نجيب مثال حدث بسيط باش نذكره، مش نسمي شخص ولكن شخص ما يعرفنيش. عندي صديق مدير مدرسة إعدادية امتدح، رجل طيب، جاه قال له بربي راني أنا نحب نعاون وليدات فقارة زويلة في إعدادية في شارع في ناحية من نواحي اللي هي معروفة اجتماعيين، الجهة هذيك اجتماعيين عادية وبسيطة جدا. وفعلا يعني تقريبا جاب لهم ما قيمته بين 500 والألف دينار، ما بين 500 700 أدوات من عنده، بارك الله فيه. هذوما هذا المغزى، هذا هو المفهوم، أنك اليوم تطهر مالك. الكنز هو المال غير المطهر غير المزكى، المال الحلال هو المال المطهر المزكى اللي فيه حق ليك، حق لزوجتك، حق لأبنائك، حق لدمك وأقربائك، وحق للمساكين، بل حق للمؤسسات اللي يقرأ فيها المساكين، المجتمع كامل يعني في الأخر بالكل. هاو كنتبعوا الشرع ومقصد الشرع، المال اللي تقول مالي أنا أراه مش مالك وحدك، ربي يخليها عندك أمانة باش يمتحنك ويبتلك به ويشوف مدى حكمتك ومدى رزانتك ومدى توازنك. فإذا أنت كنت إنسان حكيم تؤمن فعلا وحقا أنه المال متاعك اللي خليها ربي سبحانه وتعالى بين يديك، تعطي منه حقك وتعطي منه حق عيلتك وتعطي منه حق الفقير والمسكين وكل من هو في حاجة إليه. شكرا سي الحبيب في مذهبة إليه، وهو ثراء للموضوع، ويعني وضع يعني الإصبع على ما يجب أن يكون. شكرا سي جمال. احنا نتكلم عن حفظ المال، كيف نثري هذا المال؟ ما هي الطرق التي يمكن نثري بها المال لمستمعينا؟ ويقول له ها وشنو تعمل، ما تحب انت تصور ها وشنو تحب ها وعم. فهمت. لدي ملاحظة، تفضل. موروث شعبي أو ثقافي، أنه الثروة يعني ملتبسة بما هو عادة يعني في أذهان الناس، ذلك غني لأنه يمارس الحرام، وذلك فقير لأنه مضطهد. ليس بالضرورة أن يكون الثري ممارسا للحرام، وليس بالضرورة أن يكون هذا الفقير مضطهدا اجتماعيا. فالثراء أمر يعني إيجابي،
والإنسان عليه أن يطور ممتلكاته وأن يطور كسبه وأن يطمح ويرتقي، في مقابل يعني يخرج زكاته ويطهر ماله. ولنا كثير من الأمتع، عثمان بن عفان كان من الأثرياء وقد جهز جيش العسرة، كان ينفق أمواله في سبيل الله وتزداد ثروته تزداد. كذلك لا يجب أن نعتبر أن الفقر هنا هو يعني بسبب اعتداء أو منعرف الأغنياء لأعطاء أموالهم، فالفقير مدعو إلى العمل. نعم. من قوله صلى الله عليه وسلم لا 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 تعطى الزكاة فيما معناه لغني ولا لذي مرة سوي. نعم. مرة هو القادر على العمل. نعم. نحن اليوم نرى في مجتمعات كثير من المتسولين أصحاء في أجسادهم قادرين على العمل ولكنهم لا يريدون العمل، فهؤلاء لا تعطى لهم. رب يقول لا تعطوا السفهاء أموالك، لا تعطوا السفهاء، لا تعطوا السفهاء التي جعلكم فيها ورزقكم فيها. لا نعطي أموالنا للناس السفهاء، بل نحدد أين هذه الأموال. إذا تلاحظون كيف أن مسألة المال هي مسألة حاضرة في الأذهان، والمال قوام الأعمال، وشريعة الإسلامية يعني انتبهت إلى هذه القضية، قضية الأموال من أين تؤتى وأين تصرف وأين تنفق. وبطبيعة الحال ما فماش طريق للإثراء المال والحفاظ عليه يعني كمكسب حلال إلا بالعمل. ثقافة العمل ربما اليوم منعدمة، فهمت؟ فبالعمل نأتي بالمال، وبالمال نبني أنفسنا، وبالمال نتصالح، وبالمال نبني مجتمعاتنا، وبالمال يمكن أن نخرج من هذا التخلف اللي فعلا أنه نعيشه ربما أنه ليل النهار. يقول عمر بن الخطاب: إني لا أرى الرجل فيعجبني فأسأل هل له من عمل فيقال لي لا فيسقط من عيني. يعني العمل هو قيمة الإنسان الأولى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبهذا السعي يمكن أن نكون الثروة، وهي ثروة الأموال التي تبني الأنفس وتبني المجتمعات. ألا غالب الوقت نتاع الحصة ديما تغلي فنجي يعطيني واللي شارة ما غادي، الوقت انتهى. الشكر موصول لأستاذنا الفاضل سي جمال السيدي، كذلك أستاذنا الفاضل سي الحبيب الطيبي، كما أن الشكر موصول لأخينا أيمن ليقا في الإخراج والتأثيث. إلى لقاء جديد متجدد، مع الشكر لمستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة FM القيروان للصحة، مع الشكر. إلى اللقاء، مع تحيات الدكتور الأزهر بن علي البريكي. إلى اللقاء. إذا كل نهار جمعة على حياة FM.